السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة رواق وتسنيم. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا هاد ليكيش، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. مقادير غير جد بسيطة. بالنسبة للمقادير البنات، عندي هنايا تقطعات نتاع الدجاج اللي قطعتهم على هاد الشكل هذا رقيق بزاف، وشحرتهم في زويتة ومليحة والبزار، ودرت لهم واحد الطريطقة نتاع الخرقوم باش غير يتحيد لهم يوليو شي شوية صفيفرين. عندي هنايا البصله مشلضه، حتى هي شحرتها في زويته ومليحه والبزار، وعندي هنا فليفله حمراء وفليفله خضراء، حتى هما شحرتهم في زويته ومليحه وشويه ديال البزار. عندي هنا فرماج محكوك والبيض، المهم البيض على حسب الكميه ديال اللي كيش اللي عندي هنايا. وعندي هنا لاكريم فريش، لاكريم فريش كتبقى هي اختياريه، كاينه ما كايناش ماشي مشكل. وعندي الحليب، وغادي نضيف لهاد البيض والحليب والكريم، غادي نضيف لهم شويه البزار وشويه ديال الملحه، وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للبنات اللي كاش، غادي نخليهم لكم، نخلي لكم المقادير في صندوق ديال الوصف، راهم ساهلين صراحه كياخذوش معنا الوقت بزاف. هنا خديت الصينيه اللي غادي ندخل الفرن وغادي نوضع فيها دوك لي كاش ديالي، غادي نستفهم. راه ممكن اننا نديروهم البنات هاد لي كيش ونحتفظوا بهم في الثلاجه نهار نبغوا نعمرهم، وين جبدوهم كتجينا حتى القضيه شويه سهله. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبقى نعمر هنايا، ندير شويه 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 ديال هنايا البصله شويه ديال الفلفله، ممكن انا نخلطو كاع كلشي في دقة واحدة. ممكن انا ناخدو حتى لي كاش لي جاهزين، حتى هما كيسهلو علينا المأمورية ديال اننا في الساعة نوجدوهم. غادي نضيف هنايا الدجاج، قطعة تاع الدجاج، المهم نحاولو أننا نقادوهم. أنا هنا عندي لي كيش شوية صغيورين، غادي ناخذ هنايا واحد جوج ديال ثلاثة ديال البيضات على حسب الكمية اللي عندي. غادي نديرو فيهم واحد شوية ديال الملحة، وغادي نوضع شوية ديال البزار، غادي نوضع الحليب واحد نص كاس ديال الحليب، القشطة الطرية،
وغادي ندخلهم للفران. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الكيش ديالنا، كيجيو زوينين صراحه، كيجيو فتيين بنان. كنتمنى انكم تجربوهم، راه كيعجب الوليدات، والله الا فكروني غير في رمضان الله يجيبو على خير. بالصحه والراحه البنات.